ما عندك فاتورة خير بين أمرين، ما تقص تزيد كلش. خير أنت اللي تحبها. دوك يجي الجماعة وتتحمل مسؤوليتك، ما تقولش ظلموني. يعني طبقت لا ليش هذا رمضان نقصوا شوية نقص. معليش إن شاء الله شوف. نهار الاثنين رحت نشري الرياضية قالوا لي 6000 في بلاصتها. خلي شوف. اليوم احنا الأول تاع رمضان. اربح ربي ان شاء الله واربح خالتي خلي الزواليه كل كيما تقول انت باش كنت بعد تروح للقابله تلقاها قرني والزوالي يشوفها بعينه وما ياكلش لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه انا اللي متعجب منكم التجار انتم تاكلوا تندبوا ما تخلوش كاع في الزوالي انا على بليس تقوموا لكم سواء رانا مسلمين سواء بطلنا مالك مسلم ماني مسلم اذا مسلم ما يجي نقول لك ناقص حتى وحدك تشوف اللي كاين الناس مساكين مبرورين انا عن ابليس اتكل على ربي وخير سجل روحك نسجمك بالقانون يجوك شوف يا يا التوعي يا يجوك الشرطه يا يجوك الضرب بلباس سيفي انا اللي هدرت معك بلاتي احسن هو الاخر ارفض سيزي لكن لا اخدم 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 لا لا باسكو كل ما يلحق رمضان بعض التجار سي دي فونتير ماشي تاجر الكافر الله ينعلو يلحق الموسم ينقص وانتم انا اللي يلحق الموسم تبداو الذبيحه وكان غير الموسم ليه حافي انا بليس كي نقول لكم تقولوا ظلمناكم ظلمتوش بزاف كسرتوا كفرتوا ما عندكم فاتورات ما عندكم لي روجي ما كم تخلصوا لي زامبو ما تندبوا ما كاين لا في ما كاين لا فيشاج ما كاين لا فيشاج كاين لا فيشاج ماشي وكي نقول لكم واش علينا الماء خلاص دوك حنا نطبقوا عليكم القانون دوك من اليوم جماعه يدو يبدا يسيزي ما حبيش تعطيها له انت خلاص ياكل المواطن باطل باسكو يسيزي وانا طول السيد الوالي وزعها الناس باطل